السلام عليكم. حبك الله محمد بن غالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، لله الحمد والشكر، الحمد لله. الذي يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال توضيح الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع عمد لا يدفن محارمه، ممكن التوضيح من الحديث ده؟ عفوا، قال ايه؟ من جامع امس لا يدفن محارمه. ايه من جامع امس؟ ايوه، ما قالش كده النبي محمد عليه الصلاه والسلام. النبي أنا عليه السلام الحديث يعني. النبي الحديث ده. اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته وقف عند القبر فقال لأصحابه: هل منكم من لم يقارف الليلة؟ قيل يقارف يجامع أهله، وقيل يقارف يقترف الذنوب. هل منكم من لم يقترف ذنوب الليلة؟ والآخر: هل منكم من رجل لم يقارف يجامع زوجته الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لكن ليس تقعيدا عاما أنه لا ينزل القبر إلا الذي لم يجامع زوجته، ليس تقعيدا عاما، إنما هذه حالة خاصة برسول الله بابنته. زوجها عثمان كان حيا، يعني قال بعض العلماء رفقا بعثمان بن عفان حتى لا ينزل هو، فالله أعلم. لكن يعني الحديث ده كده دلوقتي واحد جامع وراح عايز عرفته أو بنت عمه أو بنت خالته وراح يدفن جيب اللي عايز يدفن. بقول لك حالة خاصة ده حالة خاصة، لكن دلوقتي واحد حضر جنازة بتاعت خالته بتاعت عمته يدفن عادي مع الناس اللي بتدفنه. يدفن عادي مش مشكلة. إنه يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.